في نور ولا ضوء بلياليك زرعت اللو ندهت لدروبك يا غربي لبستك يا عتم وفليت لا في نور ولا ضوء بلياليك زرعت اللو من غربي لغربي أنا قطفت اليراي ظلموني الآل وحبوني لا في نور ولا في ضوء بلياليك يا غربي زرعت اللو عشتك يا أيام الصعب للماضي حنيت بيكفي مشتاقة لحجار البيت لا في نور ولا في ضوء بلياليك يا غربي زرعت اللو ناطرتك ترجع لي يا حبي وبالنطرة ترسم دربي العمري ضويت ناطرتك ترجع لي يا حبي وبالنطرات منيت مرة جديدة ترسم دربي العمري ضويت تبقى النور مش معقول شو مهضوم انت اللي بشيل الهم على القلب بخليك ما سألتك شفتي هالصور بالمجلة كتير حلوين هلأ بيفتكرونا مخطوبين ايه وليش لا يعني انه بتزعلي اذا افتكرونا مخطوبين ليش هيدا الشي بيزعل حدا بيصر له يكون معك وبيقول لا 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 انا غير وضع انا عصفور طيار يعني ما بطيق الحبس وبعد ما اجت بتحبسك من وقت للتاني انا بحبس حالي يعني اذا كان في شي حبس حرزان مثلك بالإذن شوي على شو جابك لهون؟ هيك تجيت بالوقت المناسب هيك بقدر اتعرف على العروس شخصيا كنت خبرني ولو مروان عن جد كنت انبسطت لك كثير من قلبي يعني هيدا هو التمرين المأخر ما هيك؟ لا بلا هالسخافات هودي هيدا كله حكي صحافي ما في شيء منه مزبوط خلص روحي على البيت انت بنتفهم هونيك بدك يعني فل لانك خايفين تشوفك معي وتسالك مين هيدي ما هيك اذا بدك فيك تقول لها انه انا بنت اختك نسيتها للكذبه ما تعملي لي فضيحه هلا روحي على البيت وبنحكي هونيك ايه طبيعي تكون بدك تخلص مني هيك بيصفالك الجو انت وياها بدك توقع مثل ما وقعتني بس تقرر ايمتى العرس ابقى خبرني ايه طيب حاضر حاضر ولا يهمك الله معك مسيو كاميل في بنت اسمها حلا طالبة تشوفك ايه خليها تفوت حاضر تفضلي اهلا حلا مرحبا كاميل بك شيء في شيء مايا لا لا ابدا بالاذن
وانت شو رأيك؟ مروان عم بيخوني، هادي مش أول مرة بيعملها، بس هالمرة على المفتوح. مش فرقاني معه شيء. طيب أنا شو المطلوب مني؟ شو فيي أعمل لك؟ ما فيك تعمل لي شيء، ما حدا في يعمل لي شيء. هون أنا اللي عم ينضحك علي، أنا المشدوبة. وقال شو؟ قال أنا قاعدة بالبيت مثل المهبولة، قاعدة نطرته وهو ما بعرف وين وما بعرف شو عم يعمل. حلا طوري بالك، مش يمكن عم تتسرع شوي بتحليلاتك؟ أبداً كميل، أبداً مش عم بتسرع. مروان بطل لي لوحدة، مروان عايش معي ومع غيري. كميل أنا عم شوف حياتي عم تنهار قدامي ومش عم بقدر أعمل شيء. ليش هيك عم يعمل فيه؟ من امبارح كان يحبني ويموت فيي، شو صار فجأة؟ مروان كل همه إنه يعجب النسوان، بضل خايف إنه ما يعود يعجب. لحظة شوي، يعني اللي عم تجرب تفهمني إنه كل شيء مروان عمله معي هو بس لأنعجب فيه؟ لا أنا مش هذا كان قصدي، هو حبك فعلا، بس بعد كل اللي عم يعمله أنا فعلا صرت خاف عليك. يعني بده يخرب لهم حياته مثل ما خرب لي حياتي. شو بدي اقول لك؟ الله من عنده يساعدك. رح نلتقي الليلة؟ الليلة لا، بدك تعذريني لأنه مني قادر، بس إذا شفنا بعض بكرة مش أحسن؟ أكيد، مستحيل يمرق نهار من دون ما أشوفك. بتعرفي شغلة؟ أنا كتير مبسوط إنك حبيت رفقتي. وهلا اسمحي لي، بس أنا صار لازم أمشي. شوفك بكرة. من وحدة لوحدة، الله يلعنك يا مروان. حلا حلا إيه؟ شو بها أمير تزعلانة هيك؟ ما تقلي أميرتك لأنه بطلت هيك من زمان. لا مبلا، أميرتي ونص كمان، ورح تضلك أميرتي كل العمر. وهيدا اللي مكتوب بالمجلة شو؟ واللي اليوم شفته بالمسرح شو؟ هلا خدي هودي الورود لإلك والهدية كمان، وبعدين نحكي بهذاك الموضوع. عم ترشيني مروان؟ لا مش عم برشيك. بس أنت المرة الوحيدة اللي بحبها، ورح ضل كل عمري حبك، وما حبيت ولا مرة قدك. اسمعيني شوي، ناريمان ما في شي بيناتنا، وهيدي شغلة محسومة، بس أنا مضطر أتقرب منها لأنه بيا واحد من أهم المنتجين بالبلد، وكلمتا عنده ما بتصير اثنين. هذا الشي رح يجيب لي شغل، رح يأثر على شغلي. الصور بالمجلة ايه، أنا طلبت منهم يصورونا، وأنا طلبت منهم يكتبوا هذا الخبر كمان. بتعرفي ليش؟ كملت تصير توثق فيي وتتقرب مني، وهذا الشيء رح يأثر إيجاباً على شغلي بعدين. هلا أنت عن جد بدك ياني صدق هالحكي؟ لك أكيد بدك تصدق يا حلا. هذا الشيء كله أنا ليش عم بعمله؟ عم بعمله كرمالنا، كرمال نعيش عيشة كريمة، كرمال نصرف ونروح ونجي. ما بدي إياك تعتزي حدا. كل يلي بعرفه إنك جرحتني بهالتصرف هيدا. أنا ما كنت قصد أجرحك، بعتذر إذا عملت هالشيء. بعدين دخلك أنت على شو خيفاني؟ ما انت اكتر الناس اللي بيعرفوا انه انا ما فيني اتجوز ولا ناسيه. ليش هيدا الموضوع بينتسم؟ ما هيدا حرقة قلبي. خلاص هلا خلاص يقطع الزعل.
شوفي لي هالهدية اللي جبت لك اياها. يلا. كثير حلوة. ميرسي. شو هاي ميرسي كثير حلوة؟ هيك ناشفة؟ ما في ولا بوسة ولا ميرسي حبيبي ولا بحبك مروان. أنا ما فهمت، همك تسمعها وبس؟ شو قصدك؟ بحبك مروان، بحبك. شو رح يصير هلا من بعد موت الحيك؟ رح يتسكر بيته؟ أكيد رح يتسكر. شايف يا حبيب؟ هالبيت اللي كان مفتوح لكل أهل الضيعة رح يتسكر ويسكنوا نسيان. والله ضيعانه الحيك، كان زلمة منيح عميل خير. عفاف وحنا رح يبقوا بالبيت، رح يهتموا قد ما فيهم بالجنينات والبيت، بس مثل ما بتعرف وجود صاحب البيت مش مثل غيابه. الله يرحم روحه، كان زلمة أدبي. الله يرحمه. بس لمين رايحة كل هالورتة وهو ما عنده ولاد؟ صحيح، كتب كل شيء لشخص اسمه أكرم الحيك. أكرم الحيك؟ ما بعمري سامع بهالاسم. إيه ولا أنا. ظاهر إنه حدا من قريبينه. بس وين ما نلاقيه، وين ما نفتش عليه ربك أخبر. ومين عم بيفتش عليه؟ هلا كمحامي كلفوني لإلي. بس يا صديقي مثل عم بيفتش على إبري بقومة قش. انت تخليت عني، شو إلنا في حياتي إذا انت مش فيها؟ مسيو كاميل، أنا رح أقعد مع رنا نشرب فنجان قهوة. طيب بس ما تتأخر، اعملي معنا. حاضر. بتحب تشرب معنا فنجان قهوة؟ لا شكرا. عريحتك. شو هيدا؟ كيف يعني 3 أشهر أجار مش مدفوعين؟ ليك؟ ليه مديرك بضل مكشر؟ علم علمك. معقول؟ صار له سنتين بالشغل لليوم ما بيتعاطى مع حدا. توماس ديل مايا، هيدا مكان للعمل مش للتسليه. بس ما بعرف، بحس ورا هالزلمه في قصه، قصه منا هينه. قصه شو؟ ما بعرف، بس في حزن كتير كبير بعيونه. الهيئة الموضوع اخذ لي كتير من وقتك. يعني؟ شو يعني؟ ما يكون عاجبك الزلمة؟ للصراحة ايه، كتير عاجبني. ما رح يهني لي عيش إلا ما أعرف شو سبب الحزن اللي بعيونه. معقول أخذ كل شيء؟ مروان شو عم تعمل؟ منيح يلي تارك شي.
جديد؟ شو بدكم؟ مثل العادة. هيتك ناسي اليوم شو؟ لا مش ناسي، بس ما معي مصاري. بس الأستاذ قال اليوم الدفع. قل له للأستاذ إنه ما معي مصاري، رجعوا آخر الجمعة. مش راجعين آخر الجمعة، هلا بدك تدفع. عم قل لك ما معي مصاري، واللي فيك تعمله اعمله. وقف عندك يا عرش بعد ما خلصنا حديثنا. تركني أنت، تركني وليه؟ واحد مثلك وليه؟ ليك نحن رح نفل هلا، بس مش رح تخلص منا بسهولة، رجعين لك آخر الجمعة. المجوهرات شو بعتيهم كلهم؟ اسأل حالك من يلي بيعهم. عم بحكي معك، المجوهرات وينني روح جيبيهم ودي اياهم. تركني مروان عم توجع لي ايدي. عم اقول لك بدي المجوهرات هلا. وين راحوا؟ ولك عين تسأل من بعد ما بعت نصهم على لعبة القرف تبعك. هيك هودي انا شاريهم وانا اللي بقرر شو بدي اعمل فيهم مش انت. جد؟ فكرت انه هول الي وما بحق لك تتصرف فيهم. مش انت اللي بتقولي لي شو بحق لي اعمل شو بحق لي ما اعمل. اوعى تفكر انه صوتك العالي رح يخوفني. انا خبيت المجوهرات ومش رح خبرك وينهم. عم ترفع صوتك بوجهي حلا؟ روحي جيبي المجوهرات هلا، روحي جيبيهم، روحي جيبيهم. حلا صار لك شيء؟ صار لك شيء حياتي؟ سامحيني. دخيلك سامحيني بس انا بورطه كثير كبيره. خسرت مصاري كثير بالقمار وضروري بيع المجوهرات كرمال تردن والا بنحبس. هودي ناس كثير خطرين وممكن يقتلوني اذا ما رديتهم. تخيلك حالها كتير مغير علي مروان، بطلت عم بعرفك، كتير تغيرت، كل شي تغير، حياتنا كلها تغيرت. شو صار؟ بطلت حبني؟ زهقت مني؟ لا ابدا ما زهقت منك، بعد بحبك كتير، بس بحياتك انت رح بطل العب قمار، بس بعد هيدي المرة ساعديني بس احسن من انحبس. شو اللي بأكد لأنه هيدي آخر مرة؟ أنا عم بوعدك أنت إنه إذا ما بطلت قمار وإذا رجعت ألعب خلص ترك البيت، ترك البيت وفلي وتركيني أتبهدل وأتشرحط وأنحبس كمان. يا ريت مروان، يا ريت فيي صدق كل كلمة عم بتقولها. مروان أنا ضحيت بكل شيء كرمالك، ضحيت بأمومتي، قبلت إنه عيش معك من دون زواج. بترجيك مروان، بترجيك ما تخليني احس انه كل شيء عملته راح على الفاضي. بترجيك اذا بعد في شويه حب بقلبك ما تخلي انه كل هالسنين تروح خساره. حلا سامحيني على كل اغلاطي، سامحيني على كل شيء عاطل عملته بحقك، بس بوعدك انا بوعدك انه راح اعمل جهدي وراح ارجع ايام زمان ونطوي صفحه الماضي ونرجع نفتح صفحه جديده وحياتك انت.
خير، وينه ست الحسن والدلال؟ عم تغير تيابها. دخلك؟ كيف تلقيت حال الخبر؟ اسكتي يا عمي، طوع ومرق. قعدت ساعة أنا إنه هذه الشغلة منيحة لنا ومنيحة للشغل. طب وصدقتك؟ صرت 100 مرة قايل لك إنه حالة بتحبني وبتوثق فيي، بتصدق كل شيء بلاقيه. يا زلمة، كيف فيك هيك تسيطر على عقول النسوان؟ كلامك بيشتغل عليهم مثل السحر. هيدا سر ما فيني أعلمه لحدا. هلا المهم بكل هيدي الخبرية إنه أنا ضمنت 3 أعمال لقدام مع بيي لنا ريمان. يعني مدخول، لا بأس. ولأمتى رح تضل لنا ريمان مصدقتك؟ لا، أنا كنت كتير واضح معه وقيل لأنه علاقتنا هي علاقة عابرة، يعني طول ما نحن مبسوطين مع بعض منكفي، بس نبطل مبسوطين كل واحد بيروح بطريقه، بس إنه بلا زعل. أيوة، هي موافقة؟ هي طبعا موافقة، وإلا ما كنت فت بالعلاقة. يعني بتكون علاقة الشغلة بعدين بتصفي علقة. وحلا كيف علقت فيها؟ لا، حلا غير وضع. حلا حبيتها، حبيتها عن جد. بعدك بتحبه؟ حب الأول تحول. هلا صار عادي، وأنا عادي هيدي عم بستفيد منها. يعني حلا رهان رابح، ومش بسهولة رح تخلى عنها. يعني أنت كل شي عندك هيك مثل القمار، بترهني عليه ليضر لك ذهب. يسلم تمك، يعني أنت أكتر وحدة بتفهميني. ليكي، أنا القمار بتنفسه، بيمشي بدمي. وبما أنه الحياة كلها يا ربح يا خسارة، لازم واحد يعرف يربح ويستلز بطعم الربح. وإذا خسرنا؟ كمان الخسارة إلها لذة. لذتها بالناس يلي بيساعدونا تنتغلب عليها. وأنا عندي حالة، واللي عنده حالة ما بيعتل هم. يلا بنزنش ناري مار. مجيده اشتقت لك. وانا عم شوفه لكميل على طول عم وصل لك سلامات. عم بتصلك علينا؟ اكيد عم بيصلي سلامك. يي ميرسي. وانت شو اخبارك وشو اخبار مروان؟ مروان الله يساعدنا علينا. مروان ليش بك شيء انت ومروان؟ ما بعرف، هو الشغل، هو ما عاد يحبني، هو القمار، مغامراته، ما بعرف. انت كل اللي بعرفه انه المسافه بيناتنا عم تكبر، وكل يوم عم تكبر اكثر. شو يعني ما عم بتشوفيه؟ مش عم يجي على البيت؟ بلا، عم يجي على البيت. يا بيجي مؤخر وما بعرف وين كان، يا بيجي وبيضل شارد وما بعرف بشو. صرنا عم نتخانق اكثر ما نحب بعضنا. وانت بطلت تحبيه؟ بلا بلا، بعدني بحبه. بعد ما وصلت لهالمرحله مختار، في لك مكتوب من بيروت. خير ان شاء الله. تفضل. قليل يا عمي، ما عم بلاقوا له اثر لهالزلمه؟ خي معقول يكون مش موجود او ميت؟ لو ميت كانوا لقوه بالسجلات. معقول يكون مسافر برات البلد؟ لك شو ما كانت الاحتمالات، مش لازم يوقفوا تفتيش الا ما لقوش نهار. هيدي وصية الحيك، وبدي نفذها لو بتاخذ معي سنين. يا
استاذ اكرم رح تدفع هالمره ولا شو؟ انتوا ومعلمكم واخت معلمكم عم تفتروا علي، الولد مش ابني وانا ما رح ادفع اولاد العالم. وشو قصدك؟ صدقك كذابه؟ كذابه وست بيت كذابه. روحوا لقوا حدا غيري تلزقوا هالتهمه. انا الولد مش ابني وما رح تشوفوا مني ولا قرش، ضلوا لبرا. عم تسحقنا. ايه ده؟ انت هات كلامك؟ مش فرعيني معي حتى لو قتلوني، على القليلة بخلص من هالحياة المقرفة. لا مش رح نقتلك يا حلو يا عرج انت، الموت راحة بس مش رح نخليك تتهنى بحياتك، وراك وراك والزمن طويل. ست نوعها مش كذابة، وانت بقي الولد رح نرجع لعندك لناخد حق الولد منك. تفضل مسيو كاميل، فنجان قهوة. ميرسي دونزيل مايا. في شي؟ أنا ما بعرف ليه بتعاملني بهالطريقة. إذا زعجك وجودي بطلب نقلة على قسم تاني ويجيبوا لك سكرتيرة غيري. إيه؟ ليه عم تحكيني هيك؟ لأنك دايما محسسني إنك مش طايق وجودي. كل ما أحكي معك بكون وجهك مكشر. ما بتعرف تبتسم مسيو كاميل؟ دوموزيل مايا أنا بعتذر إذا حسستك هيك، بس أنا بس أنت شو؟ أنا بشوفك سكرتير نشيطة وشاطرة، ما في أحكي ولا كلمة عن شغلك. بس؟ إيه بس أنا بمكتبة إذا بتريد شي. جايبك لهون انت؟ مين ضلك على العنوان؟ نحن ما بنخاف على انه شيء. شو بدك مني؟ المعلم بده مصرياته. ايه روح قول للمعلم انه جمعت الجاي بدفع له اياها. هول الحركات كله ما بقى يمشوا معنا، المعلم بده مصرياته. يا خيي قلت لك جمعت الجاي بعطيك اياهم، واذا بعطيتك اياهم اعمل اللي بدك اياه. لا اخر الاسبوع. انت مين؟ شو بدك من مروان؟ اسالي غيره شو بدي منه. كرمال الحلمه معك الاسبوع الجاي. شو بدي؟ حاسس رح اختلق الهند. روح بسرعة. بعت وراي استاذ كاميل؟ ايه تفضلي تفضلي يا مزامة. موزيل مايا، أنا بدي أعتذر إذا انفهمت تصرفاتي غلط، وبتمنى تقبلي مني على دي الصغيرة عربون اعتذار. ما في زملة الاعتذار مسيو كاميل. معلش حقيقة دموزيل مايا، أنا مني وحش، أنا كنت أعرف ابتسم. ليش بطلت؟ ظروف.
بس بدي اتمنى عليكي انه ما حدا هون بالمكتب بيعرف قصة الهدية. ليش؟ تعرفين ناس خيالها واسع، انه خايف يفكروا مثلا انه في علاقة بيناتنا، انه منحب بعض. هلا عملي معروف جيبي لي قطنه وسبيرتو. هند هند اسمعيني كثير منيح شو بدي اقول لك. انا ما بني شيء بس بدي اياك تساعديني. شو في؟ شو صار؟ خسرت مصاري كثير بالقمار وما معي مصاري كرمال تسكرهم، وجماعه عم يطالبوني وهو جماعه كثير خطرين. بدي منك تطلبي من حلا تساعدني. ليش حلا معها مصاري؟ حلا عندها 10 لوحات ما قدرت تبيعهم باخر معرض. بدي منك تقنعيها تاخذ هاللوحات وتروح تبيعهم لرامي، هيدا بيقدر يدفع مصاري. رامي؟ ما انت بتكرهه لرامي؟ لك هلا بكرهه وما بكرهه. عم نقول لك الجماعه خطرين وعم يطالبوني وما معي ادفع. طب انت كيف بتفوت حالك بهيك دين؟ شو هلا جاي تحكميني ولا شو؟ اقنعي حلا تساعدني، ما لي غيرك. اوعى تجيبي لسيري انه انا طلبت منك هالشيء. طيب مفهوم؟ فهمت. تفضلي. مرسي، رح اجيب لك الابره. انا ما راح افل من هون قبل ما اسمع رد على اللي قلته. مايا انت بنت حلوه وكتير سهل على الناس انهم يالفوا اخبار عنك، وانا ما بريد اسمع عنك كلمه مش صحيحه. مين قال انه مش صحيحه؟ شو قصدك؟ قصدي منك شايف، منك حاسس. انا بحبك. لا 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 لا، انت اكيد مش واعي. معقول بنت مثلك تحب واحد مثلي؟ ليش شو بي واحد مثلك؟ مايا انا انسان مجوز ولا ممكن خون مرتي. بعدين ما في وعدك بشيء ما رح يتحقق. بس انا شايفه انك منك سعيد بحياتك. مين قال لك؟ عيونك قالوا لي، وحدتك قالت لي. انا حاسه انك كثير موجوع. شو قلتي؟ لا رامي لا. بتحبيه؟ صرت دجالي بنظر كل العالم، عم بستغل الكل من دون ما اقتنع بس كرمال مروان. رامي لا، ما في يغشه. يا عمي ما حدا قال لك تغشيه. انت قولي له انه عايزه مبلغ ورهني لوحاتك اعطيه هن مقابل المبلغ. شو بدي اقول يعني؟ مش عم بفهم ليش انا كل مره بدي ادفع ثمن اغلاط مروان. مروان مريض ما بيقدر يتحمل. بدك اياه يموت؟ ما بعرف شو بدي. ما ترك لي مجال لا احس ولا اعرف ولا افكر. اخذ كل شيء، حتى المجوهرات بيعهم كلهم وما سال عن شيء، وهلا جاي من جديد بده اياني ساعده. بتعرفي شو؟ عم فكر هالمره خليه ينحبس، بلكي بيتعلم. ينحبس؟ كيف ينحبس؟ ما كنت عارفتك قاسية هالقد حلا. اسمعيني، انت قادرة تحملي ضميرك موته اذا صار له شيء؟ فكري كتير منيح حلا، فكري منيح بالموضوع. طيب بلكي عارف، ما هو بيكره وما بدي اسمع سيرته. بعدين رامي صار لي سنين مش شايفته، انه معقول روح لعنده هيك قل له رامي اعطيني مصاري ساعدني؟ لا هند، لا مش رح يمشي الحال، بدنا نفكر بشي تاني. ما في شي تاني، ما في حل تاني. تكلي علي، ما رح نخلي مروان يعرف. وبعدين مع بالك تشوفي لرامي؟ بلا عبالي شوف.
هي بعتذر، أنا ما كان قصدي أجرحك، بس صدقيني وجودي بحياتك رح يسبب لك جرح أكبر من هيك بكتير، وأنا ما بدي أذيك. مين قال أنك رح تأذيني؟ أنا عم قلك هاي أنا حياتي كتير معقدة وعندي مشاكل ما بتخلص. مش يمكن أقدر ساعدك وطلعك من الحزن اللي أنت فيه؟ ما حدا بيقدر يطلعني من الحزن اللي أنا فيه. ولا حب جديد؟ ما بعرف، ما بعرف إذا أساساً بعدني قادر أحب من جديد. مايا بشرفك، بشرفك، خليكي بحالك وخليني أنا بحالي. بس أنا بتقولي إياه ما بدي تحبيني، ما بدي حدا يحبني. بس أنا بحبك، اسمح لي حبك. مايا ليش عم توعي فيي أحاسيس ما صدقت أنت طلعت منها؟ اسمح لي حبك، كون حدك، كون معك. شفيق بدنا نخفف من اللوحات اللي هون لان جيتني وثقة جديدة. حاضر استاذ مروان. مرحبا. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيكي. شو؟ راضي عن شفيق؟ ايه بجنن، بيسمع الملاحظات والتعليمات وبينفذهم بحذافيرهم. عال يعني بتطمن بالك نحن مسافرين. شو؟ شكلك حزمتيها. اكيد انت عطيتني الامان وانا ما ممكن اوفرك فرصة. هلا كنت بمكتب سفريات، أنا احتمالين، أو سفرة على لندن أو على اليونان، شو بتفضل؟ نقيتهم منيح. لك يسلم لي الهنا. تعي خبريني كيف كان نهارك؟ شو؟ كيف صرت؟ مش كتير منيح، مضايق، حاسس حالي هيك مخلوق. طيب بدك اعمل لك شيء؟ بدي تساعديني، بدي تساعديني تأخلص من هالورطة، لأنه أنا إذا انحبست موت جوا. ما تهدى الهم، رح أعمل اللي بقدر عليه لساعدك. ما بعرف أنا بلاقي شو كنت بعمل. انت ملك الحارس، اول مره بحس حالي مرتاح هالقد. انا مش مصدق انك قررت ناخذ فرصه الغداء سوا. مايا انا ما بدي اياك تتورطي معي لانه ما عندي شيء اقدم لك. بيكفيني انك تحبني. لا لا ما بيكفي، لأنه هالحب ما رح يجيب نتيجة. في شيء اسمه طلاق بالدنيا. ما بعرف شو اللي مزعلك هالقد، بس أنا أكيد إنك مانك سعيد بحياتك. كل شيء فيك بدل على هالشيء. صحيح، أنت بنت ذكية كتير، وأنا زلمة مشاكل كتيرة، والأفضل إنك تبعد عنا. صحيح أنا وهند مرتي عايشين تحت سقف واحد، بس اللي بيفرقنا أكتر بكتير من اللي بيجمعنا. هند بطلت تحبني. كيف إلى قلب ما تحبك؟ أنت كتير بتنحب. أنا بشكرك لأنك عم تعليلي معنوياتي. لا مش عم عليلك معنوياتك، أنا عم أقول الحقيقة. أنت إنسان طيب وشهم وأخلاقك عالية. في أشياء بحياة الإنسان بتقطع بالعلاقات، بتخلي الواحد يبعد شوي شوي عن التاني. أحيان بصير اللي هو تكبر وتكبر بصير اللقاء صعب وأوقات مستحيل. هيدا اللي صار بينك وبين مرتك؟ نعم.
انت بعدك بتحبها؟ انا حبيتها كتير اكتر من حالي، عطيتها كتير وضحيت قدامها كتير، بس بالاخر تعبت، لانه صدقيني الحب من طرف واحد ما بيدوم للابد. طب ليش بعدكم مع بعض؟ ليش ما تركتوا بعض؟ لعدة أسباب، وبعتذر ما رح أقدر لك إياها هلا. ليش؟ لأنه بتجرح، بتوجع. بصراحة أنا بعد ما تخطيتها لهلأ.